عندنا فيما بيننا لنكون صفا واحدا يدا واحدة خلف قيادتنا السياسية الحكيمة. فقامت السيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي الوحدة التي لخصها ربنا تبارك وتعالى في آية من كتابه إذ قال: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نسمع كثيرا عن ورود الآخرين سنعمل وسنعمل، أما المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يعمل ثم يعلن للناس. لأجل هذا انظروا إلى البلد من الداخل كيف كانت والآن كيف أصبحت، كيف أحاط الله مصر المحبوبة بحكمة وضعها في هذا القائد في هذا الإنسان. فتحية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإحنا لما بنقول مستقبل الوطن إحنا بنوجه رسالة إن إحنا على أتم الاستعداد بكل كوادرنا بكل ركابتنا بكل تنظيماتنا موجودين وهنقول نعم ومصممين على تكوين المصيرة مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفق إن إحنا بقينا مدركين إن التصويت في الانتخابات ما بقاش مجرد رفاهية، ده واجب وطني وواجب حقيقي ودليل وعلامة قدام كل دول العالم وقدام العالم أجمع إن مصر دولة قوية صامدة. عاشت مصر بشبابها، عاشت مصر بسيداتها، عاشت مصر برجالها مرتضيين من 10 و12 و12 بإذن الله. كلنا أمل وكلنا جايين برسائل طمأنينة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن القادم أفضل وأجمل وإنه فعلا قائد التنمية زي حزب مستقبل الوطن ما أطلق على اليوم العظيم المهيب اللي احنا موجودين في هذا المطب. شكرا جزيلا ومنتظرين مشهد غير أي مشهد داخل جمهورية مصر العربية. شكرا جزيلا.